بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. ربنا سبحانه زين جنته وعطرها بعطور أطيب من المسك والريحان. عطور الجنة وريحتها نعمة عظيمة هيفوز بيها أصحاب التقوى والإيمان. ريح الجنة هيشمها أصحابها على بعد مسيرة من الوقت والزمان، ورغم كده حرمها ربنا على عدد من أصحاب المعاصي والطغيان. يا ترى مين هم المحرومين من نعيم ريح الجنة من بني الإنسان؟ عطوره ورائحة الجنة إيه هي؟ وإزاي هيشمها المؤمنين من على بعد وهتتحرم ريحتها على ناس تانية؟ مين هم الناس دول؟ تفاصيل مهمة جدا هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. دايما بنتكلم عن نعيم الجنه وقد ايه الجنه هي الراحه الابديه للبني ادم وهي الحياه الحقيقيه لينا، مش اللي احنا فيها دلوقتي. صحيح. ولكن كان في تفاصيل وكلام كتير جدا عن رائحه الجنه ومين اللي هينول الشرف ده ومين اللي هيتحرم منه. بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ربنا سبحانه وتعالى تحدث كثيرا في القرآن الكريم عن الجنة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جنة عرضها السماوات والأرض وما تحجز لكش فيها مكان تبقى أنت غلطان وخسران جدا، ودي من مأسوراتنا احنا الاثنين. بالظبط. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ايه العظمة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده جنة الباب الواحد لها 8 ابواب مش باب واحد. يا اخي الباب اللي يعجبك يدخل الجنة دي يا فندم. اختار، ده ربنا مديك حرية الاختيار. بالظبط. الباب الواحد عرضه 1000 كيلو. 1000 كيلو. عدي عدي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت اللي هو الكرباج اللي بيبقى ماسكه الفارس وهو راكب على فرسه. ليه؟ لما كان الواحد فيهم يسافر كثيرا ويصل الى مقر اقامته، بيته وولاده وعيلته، كان اول حاجه يعملها علامه على الاستقرار ايه؟ يرمي الصوت من يده اللي هو الكرباج، علامه على انه استقر. الكرباج ده لما يترمي على الارض هياخد مساحه قد ايه؟ شبر. الشبر في الجنه خير من الدنيا وما فيها. سبحانك. ده من حلاوه وعظمه الجنه انك تشم ريحتها على بعد 40 سنة، تشم ريحتها على بعد 70 سنة، تشم ريحتها على بعد 100 سنة، تشم ريحتها على بعد 500 سنة. الروايات دي كلها موجودة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. عارفة حضرتك والله المثل الأعلى، لما تكوني رايحة تزوري حد كبير قوي، قصر ضخم جدا وقصر عظيم جدا، من أول ما تدخلي كده من سور القصر من بعيد لسه قدامك مسافة على ما تدخل القصر، تشم ريحة حلوة تستشعري بالراحة والسعادة. كمان ممكن يقابلوك بالبرفانات والعطور قبل الدخول، يعطروك قبل الدخول احتفالا بيك، احتفالا واحتفاء وتكريما وتعظيما لقدومك. فالجنة كذلك، الجنة ريحتها تتشم على بعد 500 سنة، ليها ريحة قبل ما تدخلها ب 500 سنة
أشم ريحة الجنة. فالجنة لها رائحة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وعند الإمام مسلم، وإن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة 500 عام. وأكيد ريحتها ما تعادلهاش أي ريحة تانية ممكن يكون البني آدم قابلها أو صادفها في حياته. شوفي حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه فيه برفان وفيه رائحة، تمام؟ لكن تخيلي حضرتك لو جمعوا أعظم عطور الدنيا بأسرها ولا أي حاجة منذ خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تساوي قطرة من ريح الجنة ومن رائحة الجنة مهما كانت. أعظم ماركات العالم، أعظم شيء من العطور في العالم لو جمعت كلها في مكان واحد لا تساوي قطرة عطر وبرفان من رائحة الجنة، لأن الذي أعدها الله رب العالمين. صحيح، ونعم. متخيلة سعادتك الجنة الحيطة المبنية فيها طوبة ذهب وطوبة فضة، والأسمنت اللي بينهم مسك اسمه الملاط. الملاط اللي هو الأسمنت، يعني لما أجي أبني طوبة وأحط أسمنت، طوبة وأحط أسمنت كده، بنا بيعمل كده، تمام؟ الجنة بقى هنا الطوب أحمر، الطوب حجري، الطوب أيا كان، الطوب إيه؟ هناك لا، طوب الجنة واحدة ذهب وواحدة فضة، والأسمنت اللي بينهم المسك. طب والتراب اللي بمشي عليه الزعفران. طب وفيه حصى ولا ما فيش؟ فيه لؤلؤ، تمام؟ حاجة كده خيال، مفيش عقل يقدر يطير. طبعا مفيش عقل يقدر يتصورها ولا تخيل. عليكي الـ 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 الأنهار من غير أخاديد، يعني انت متخيل؟ يعني الانهار بحاول اتخيل. يعني انا ماشي كده جنب النهر، النهر كده ايه، الميه جنبي ومحجوزه عني. طب لو مديت ايدي الاقيها ميه، كانها محجوزه بشيء لا يعلمه الا الله عز وجل. بالظبط كده لما نعمل نهر زجاجي وانا واقف كده جنبه وبتفرج على الـ 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 الاسماك والاشياء دي، معموله في بعض المولات دلوقتي عالميه، تمام؟ معمولة حاجز زجاجي وأنا واقف كأني واقف وسط المية، ولله المثل الأعلى، بينهما برزخ لا يبغيان. أنهار الجنة من غير أخاديد، وأنهار بقى من لبن لم ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن عسل مصفى، ومن ماء غير آسن. أنهار اللي نفسك فيه تلاقيه، لهم فيها ما يشاؤون، اللي تشتهيه تلاقيه في الجنة. فحتى البرفان الجميل تلاقيه كده، مش كده وبس، مش الجنه اللي ليها رائحه بس، احنا كمان يعني احنا في الجنه مفيش حاجه اسمها رائحه وحشه ابدا ابدا. في الدنيا طبيعي، هو ربنا خلقنا كده، العرق له رائحه، الحمام له رائحه، الطين اذا تغير له رائحه، الطعام اذا تغير له رائحه كريهه. الجنه مفيش الكلام ده اصلا، الجنه لا فيها رائحه كريهه ابدا، لا طعام يفسد ولا رائحه الجسم تتغير ابدا. طب احنا بناكل ونشرب ونعرق، اولا ما بنعرقش زي هنا، الواحد ممكن في الصيف تلاقي جسمه كله عرقان، هناك لا، الجسم لا يعرق. طب انا اكلت وشربت، طب الطعام اللي انا اكلته الكتير ده عايز اكل تاني، تلاقي البطن يضمر وتطلع قطرات زي اللؤلؤ كده على جبيني. القطرات ده اطيب طيب تتخيله في عمرك، اطيب طيب. مفيش بقى رائحة كريهة تصدر من الإنسان، مفيش حاجة اسمها حمام. لا، كل ده مكافأة ربنا سبحانه وتعالى للمتقين والمؤمنين. والله حضرتك أستاذة لمياء، لما الواحد فينا بيقعد يفكر في الجنة ونعيم الجنة وما في الجنة، صدقا يكاد دماغ الطير. طبعا أنا مش متخيل. طبعا منتج مختلف، لأنك بتقعد تتخيل، وأعتقد أنه مهما البني آدم تخيل عمره ما هيوصل للحقيقة والواقع. طبعا يا فندم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا أبدا. ريح الجنة على بعد 500 سنة أشمه. طب هو دلوقتي ممكن أشمه في الدنيا؟ ده سؤال مهم جدا، خلينا ناخد أم حسن ونجاوبه. أم حسن اتفضلي. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية، قولي بقى ينفع نشم ولا لا؟ ما انا بسال حضرتك. اي فعلا عندي بروفا. نعم يا فندم، بروفا حاجه كده تدريب للي بعد كده. ربنا يكتبها لنا كلنا يا حضرتك. قد تشم رائحه الجنه في الدنيا كرامه من الله لاوليائه. نعم يجوز، عندك دليل؟ عندي.
الدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أنس بن النضر في غزوة أحد، لما سيدنا سعد بن معاذ بيكلمه فبيقول له يا سعد، أنس بن النضر بيقول لسيدنا سعد: إني أجد ريح الجنة دون أحد، يعني أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي أقرب إلي من جبل أحد اللي احنا واقفين عليه. سيدنا أنس بن النضر بيقول لسيدنا سعد بن معاذ. الحديث في الصحيح، ابن حجر العسقلاني قال يحتمل معنيين، يحتمل انه شم ريحة الجنة حقيقة ودي كرامة من الله له لانه من الصحابة الكبار، او انه وصل الى درجة الروحانيات والى اخره لدرجة انه هو تخيل ده، تخيل انه يشم رائحة الجنة زي ما كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: كيف اصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا، ما حقيقة إيمانك؟ قال له: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت ليلها، فأظمأت نهارها وأسهرت ليلها، وكأني أرى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وأهل النار وهم يتضاغون فيها، وكأني أرى عرش ربي بارزا. ده إحساس قد يكون حقيقي إنه شم فعلا ريحة الجنة بجد، وقد يكون مجاز عن شدة الاشتياق إليها. وده اللي قاله برضو ابن بطال وابن حجر العسقلاني. فهل ممكن؟ ممكن كرامة، لكن من يشم ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن عندي دليل ان بعض الصحابة شم رائحة الجنة، صحابي جليل يشم ريحة الجنة في الدنيا، أنس بن النضر والحديث في الصحيح. بس احنا نيجي ايه فيهم؟ كرم ربنا واسع اكيد، احنا بنتكلمش على نفسنا، نعمل ايه عشان ننول شرف رائحة الجنة؟ أول حاجة حضرتك أن احنا نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو اللي واخد بإيدنا ورايح بنا للجنة هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحذر من إبليس، لأنه إبليس لما نزل إلى الدنيا نزل عشان يعادينا، ونزل عشان ياخد ناس ويرجع بهم لجهنم، ومش عايز يرجع جهنم لوحده. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو إبليس جاي ياخد ناس ويروح للنار، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاي ياخد الناس ويدخلنا الجنة. فاللي هيتبع سيدنا النبي محمد هيشم رائحة الجنة، اللي هيقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيشم رائحة الجنة، اللي هيحاول يبقى زي صحابة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشم رائحة الجنة. ادرسوا سيرة أنس بن النضر اللي شم رائحة الجنة، ادرسوا صدقه عند المعاهدة لما غاب عن غزوة بدر، قال لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أغيب عن أول مشهد مع المشركين، والله لئن أشهدني الله مشهدا مع المشركين لا يرين الله ما أصنع. مع أنه كان سيدنا النبي بعته في مهمة رسمية، يعني كان بأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد غزوة أحد صنع فيها الأعاجيب ووقع شهيدا وفي جسمه 84 ضربة، وما عرفته إلا أخته الربيع بنت النضر بأطراف بنانه، ما كانوش عارفينه من كتر المعاناة والضرب اللي اتضربه في غزوة أحد، ووقع شهيدا فيها. وفيه أنزل الله قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصدق مع الله يصدق الله، أصدق مع الله تشم رائحة الجنة، كن وفيا إذا عاهدت تكون تشم رائحة الجنة، كن حييا كن تقيا تشم رائحة الجنة. ربنا يكتبها لنا كلنا يا رب. الحاجة المعاكسة بقى، الناس اللي ربنا حرم عليها والعياذ بالله رائحة الجنة. أقول لحضرتك مفاجأة؟ قول. والحديث فيه ضعف. الحديث؟ فيه ضعف. لكن تخيلوا الست ومن وجهة نظري والراجل. طب ما تيجي نطلع فاصل وبعدين بعد الفاصل. دي مفاجأة. ايه رأيك؟ ماشي. بما انها مفاجأة. ماشي. خلونا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت على حوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد مدام شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أنا مش سامعاكي. أنا تاني مرة أكلمكم.
نورتينا، اتفضلي. ببقى بكلمكم فيه. مش سامعاكي كويس. والله ببقى فرحانه جدا اليوم اللي بكلمكم فيه. حبيبتي نورتينا. ربنا يخليك يا رب. وازاي شيخنا شيخ جليل الشيخ رمضان؟ الله يبارك في عمرك ويسترك. انا ببقى اشد فرحتي لدرجه ان انا مش ببقى عارفه اتكلم. على مهلك خالص، اتفضلي. يا رب يجعلنا من الذين يشمون رائحة رجعنا يا رب. امين يا رب، امين يا رب. احنا وجميع المسلمين. امين يا رب. سؤالي حضرتك يا شيخ عن سيرة الارحام. انا يعني معايا ابتلاء شديد جدا في اخواتي، كل ما اقرب منهم تحصل مشاكل وابعد، لاني انا تعبانه يعني مريضه فما بستحملش الزعل. فببعد، والبعد ده بيبقى بالسنه وبالسنتين، وكل ما نقربه نزعل تاني، يعني على حاجات خايفه جدا. يعني انا اخر حاجه دي اختي ما عملتلهاش اي حاجه، اتهمتني ان انا بكلم عليها مع خالي، وانا والله ما كلمت ولا جبت سيرتها. فانا تعبانه يعني مش عارفه، كل ما اقرب ابعد بسبب ان انا برضه مش قادره ان انا استحمل كل ده. ومعايا اطفال ومعايا جوزي يعني الحمد لله كويس جدا وعلى قدر من الاخلاق العاليه، برضه بيتاذى زيي يعني على طول. طبعا انا المشكله دي بتاثر على البيت وعلى الاولاد، فبتاثر عليه فبيبقى في حيره، مش عارف يقول لي اقطعي ولا كملي ولا ايه، مش عارفه. هو ده سؤالي يعني. طب انتوا ليه تعاملاتكم مع بعض كلها مشاكل؟ والله على حاجات خايفه جدا، انا ما اعرفش يعني، والله العظيم بقول انا الوحشه، انا ساعات بقول انا اللي ببقى وحشه يعني، ابعد بقى خلاص يعني، انا تعبت والله العظيم بعمل يعني مش طب انت لما بتبعدي اللي انت بتتكلمي عليهم دول اخواتك؟ اخواتي. طب لما انت بتبعدي هم بيسالوا عنك وبيكلموكي؟ لا خالص خالص، احنا لسه كنا في المقابر، مقابر وموت خالتي اخر واحده كانت في مثابه امنا متوفيه، ما حتى ما فيش واحده فكرت ان هي تسلم عليا، ببص لهم حتى عشان نكلمه ما فيش واحده فكرت ان هي تسلم عليا، وانا اختهم الكبيره. طب ما رحتيش سلمتي عليهم ليه؟ ما النظره بتاعتهم مش مشجعاني ان انا اروح، كرامتي مش جايباني ان انا يعني، عشان انا تعبت كتير من دون اي اسباب يعني، بدون اي اسباب يخترعوا لي اي مشكله ان هم يبعدوا. ما اعرفش مش هم كلهم مقاطعين. اخواتك قد ايه؟ لا لا لا، هم بنتين بس، اخواتي تانيين ولدين، واحد في الكويت واحد هنا في مصر، كويسين يعني معايا، وبابايا الحمد لله يعني انا بابا بيه. مش برضه مش عايزه اشكر في نفسي، لاني يعني والله كل ده ضغط على زوجي، زوجي الله يرحمه يعني، ماما الله يرحمها كان هو اللي شايل كل حاجه لحد ما مامتي توفت، وبعدين دلوقتي بابايا برضه يعني، برضه بابايا يعني ايه من النوع اللي هو بيدخن، والدكتور منعه من التدخين، فبيشرب سجاير بطريقه وحشه جدا. فاخر مره دي جوزي اتعرف مبالغ عاليه جدا عليه، وقال لي مش مشكله، والمهم ان هو يقوم بالسلامه، وما قدرش يوديه في اي مستشفى حكومه بقى خاصه، لحد ما قام بالسلامه وبلاش السجاير، وخد عهد عليه وقال له عشان خاطري بلاش السجاير. بابا برضه صمم على رايه وشربها، فجوزي قطع، قال لي بصي انا تعبت، وده يعني هو طبعا حمايه وكل حاجه، فانا عملت اللي اقدر عليه، فانا بعيديني وحيله بالولاد ووصلي رحمه برضه عادي خالص، بس انا بعيديني بقى، لان انا هو زعل عليه ان هو مش المصاريف تعبه يعني. انا زوجي رجل اعمال، بس قعد من شغله كتير جدا في سبيل بابا ده بتاع 12 يوم في ميزان حسناتكم انتوا الاثنين. ده والدك ويعني اي حاجه طبعًا. طبيعي ده في ميزان حسناتكم ان شاء الله. سؤالك دلوقتي على ان انت بتقطعي اخواتك بفتره طويله جدا. ايوه، وانا ان شاء الله يعني متحضره ان انا اسافر عمره، فايه موقفي؟ حاضر. فايه موقفي؟ مش عارفه. حاضر حاضر. تابعينا مدام شيماء، اتفضلي فضيله الشيخ. شوفي حضرتك، ربنا يبارك في المتصله الكريمه، واضح انها ما شاء الله يعني على دين وخلق ومثقفه، فانا بدعوها قبل ما اقول الحكم ان هي تبقى عامله زي رمانه الميزان كده لعيلتها، خصوصا ان هي بتقول انا الكبيره. بالظبط، هي الكبيره ومتدينه وعلى خلق ومثقفه وتحسن الكلام، ما تجمعيهم وعمرك ما هتندمي ابدا، وعمر كرامتك ما تنجرح ابدا، لانه سيدنا النبي اللي قال كده، قال ثلاثة أقسم عليهن، رقم واحد ما نقصت صدقة من مال، اثنين ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فاعفوا يزدكم الله عزا. فلو قدرنا نقرب المسافات ونتكلم مع بعض ونقول أنا زعلان من كذا، ولا سيما الرحم التي يرجى منها الخير، ما هي اسمها رحم ليه؟ لازم يكون فيها رحمة. أما لو كان رحم لا يأتي منها إلا الشر، ولا يأتي منها إلا الأذى، ولا يأتي منها إلا الضغينة، ولا يأتي منها إلا الحقد، ده موجود. أبتعد من غير مخاصم يا فندم، أبتعد من غير خصام. الله يفتح عليك.
أمين. رائع جدا. قوليها تاني، ابتعد من غير خصام. الله ينور، ده التوازن بقى. انا مش مخاصم، بس اعتزل ما يؤذيك، اعتزل ما ارمي نفسي في وسط الاذى ليه. طب اذا كانت رحم، لا حلوه بس مشغولين شويه، حلوه بس الصغيره بتزعلهم، لا نقرب المسافات طالما هم كويسين ولي الاجر والثواب الكامل، لانه اعلى درجه في صله الارحام ان اصل الرحم المقطوعه. من درجات صله الارحام اصل الموصوله، يعني صله بصله. ولذلك سيدنا النبي قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل وصلا كاملا بالمكافئ، يعني صله بصله وزياره بزياره. انا ورحمي حلوين مع بعض، فهو بيجيني وانا بروح له، احنا واصلين للرحم، لكن الاعلى درجه ان اصل من قطعني. الله يبارك في عمرك. هو قطعني مش عداوه، قطعني مشغول، قطعني واخد على خاطري، ايا كانت الاسباب. بالظبط، المهم انه ما فيش تواصل. والله يا ستي، والله يا فندم، والله يا متصله يا كريمه، والله يا جميع المشاهدين، اللي عايز ربنا يطول عمره ياسر رحم، يطول عمره. اللي عايز ربنا يعمر بيته ياسر رحم. اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه يصل رحمه، اللي عايز ربنا يغنيه يصل رحمه، اللي عايز ربنا يكفيه يصل رحمه، اللي عايز ربنا يبارك في اولاده يصل رحمه، اللي عايز ربنا يعمر بيته يصل رحمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري من حديث انس بن مالك، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، يبسط له في رزقه يعني ربنا يغنيه، ينسأ له في اثره يعني ربنا يطول عمره، فليصل رحمه. ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد، إن البر والصلة ليطيلان الأعمار ويعمران الديار. فصلة الرحم دي من أعظم ما يكون، لأنه العكس بقى القطيعة. الله عز وجل أخبرنا إنه قاطع الرحم ملعون. يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فأنا بدعو المتصلة الكريمة إلى ذلك، لأنه لو استمروا على كده الكل آثم والكل عاصي، سواء كانت المتصلة أو غيرها، لأنه الاثنين في مستوى القطيعة. صحيح. طيب ناخد مدام هدى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أهلا بيكي وأهلا بالشيخ رمضان، يعني ربنا يجزيكي خير على كل اللي بتعمله للناس والمعلومات اللي بتوصلوها لي. ربنا يخليك يا رب، اتفضلي. وبعد إذنك أنا هسألك سؤال، أسأل الشيخ رمضان سؤال، بس هو مش نوع من الرفاهية، هي خاصة بتربية القطط. أنا لقيت قطة على باب شقتي، دخلتها وربيتها، طلعت حامل وخلفت عدد من القطط، وبعد كده اتجوزوا وبيحاولوا عدد تاني. أنا ما كدهاش بإرادتي، بس أنا مضطر إن أنا أربيهم لأن هم مش هينفعوا يتربوا في الشوارع. دلوقتي القطط دي عايزة تتزاوج مع بعضيها. أنا سألت في تعقيم القطط في دار القشطة، أخلوا مسؤوليتهم عشان ما يتحملوش الذنب، وأنا سألت طبيب البيطري. انا صحتي دلوقتي وفلوسي ما تساعدنيش ان انا اربي العدد ده كله من القطط، فانا مش عارفه اعمل ايه. هل اعقمهم؟ هل اسربهم؟ ولو سربت ما انا عارفه ان هم هيتعرضوا للضرر وهيتاذوا وممكن يموتوا، لان هم مش قطط شوارع، فمش عارفه اعمل ايه. عايزه راي الشيخ رمضان. هو سؤال ما فيهوش رفاهيه، بس هي حاجه حاضر. انسانيه. حاضر حاضر، انا متشكره قوي. نورتينا يا مدام هدى، اتفضلي. اختلفت الاراء في الموضوع ده. بس راجعي لي السؤال تاني. هي بتقول هي لقت، خدت قطه والقطه دي كانت حامل فجابت عدد من القطط، والقطط التانيين اتجوزوا فجابوا عدد تانيين، هي دلوقتي غير قادره على ان هي مش عايزه ترميهم، مستحرمه انها ترميهم في الشارع لان هم مش قطط شوارع، عايزه تربيهم بس عايزه تعمل عمليه تعقيم. فهل فيها حرمانيه ولا لا؟ طيب هستاذن معاك، خلي عمليه التعقيم دي اخر نقطه. خلينا نبين قد ايه ديننا حلو، قد ايه ديننا حنين، قد ايه ديننا رحيم، قد ايه دين الست اللي سقت كلب ربنا قال لها شكرا جزيلا وغفر الله ذنوبها وادخلها الجنه. تخيل الدين عظيم ازاي. وقد ايه دين عاقب ست حبست قطه في بيتها لحد ما ماتت، فربنا دخلها النار مده من الزمن تحاسب على ذلك ثم تدخل الجنه، ادخلها الله النار علشان عذبت قطه. متخيله حضرتك ديننا حلو ازاي؟ متخيله دين يا جماعه، دين بالعظمه دي، دين لا يعرف ارهاب ولا عنف ولا شده ولا يعرف الحرابه ولا يعرف الدم ابدا، دين ما لا يعرف ذلك ابدا ولا يحب الاعتداء ابدا. طيب رقم اثنين، احسنها الى القطه واطعمها وسقيها باب من اعظم الابواب اللي تدخلك الجنه، جزاك الله خيرا. طب رقم ثلاثه نعمل ايه؟ نوجد حل. ايه هو الحل؟ ممكن نهادي القطط دي الزيادة الى الاصدقاء والى الجيران، ولا سيما اذا كان
بتقول هي مش قطط شوارع، ده قطط نظيفه وقطط معروفه وحلوه تهادي بيها، فيحسن اليها في البيوت لا مانع. دي يعني ايه حل من ضمن الحلول. طب من الحلول ايضا ان احنا نشوف بعض الجمعيات اللي بتقوم على رعاية الحيوانات والقطط. طيب ايضا من الحلول اشوف بعض المؤسسات او بعض المحلات اللي بتبيع النوع ده من القطط وديه له هدية يحسن اليه ويباع. اخر حل عند الضرورة الشديدة جدا بعض العلماء اجاز التعقيم حفاظا عليه، لانه لو ترك في الشارع هيقتل ويموت. تمام. نعم. طيب المفاجأة. حضرتك فاكرة طبعا من يحرم من أن يشم رائحة الجنة؟ طبعا عايزين نقول حاجة مهمة جدا، لما سيدنا النبي يقول لا يشم رائحة الجنة مش معناها أنه مش هيشمها خالص، أدي واحد. طب رقم اتنين، لما سيدنا النبي يقول لا يدخل الجنة مش معناها أنه هيخلد في النار، يعني سيدنا النبي قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، هل معناها أنه مش هيدخل الجنة خالص؟ لا، إنما لها معنيين. المعنى الأول لا يدخل الجنة قاطع رحم يعني مع أول الداخلين، ده لسه عنده حساب شوي. طيب ولا لا يدخل جنة معينة أعدها الله جوه الجنة للواصلين أرحامهم يحرم منها القاطع، يحرم منها مثلا جنة معينة أعدها الله للبارين لوالديهم يحرم منها العاق، جنة معينة أعدها الله عز وجل مثلا للمتواضعين يحرم منها المتكبر، وهكذا. فلما تلاقي نص لا يدخل الجنة يعني حاجة من اتنين، مع أول الداخلين أو جنة معينة. طيب لا يشم رائحة الجنة ممكن مدة من الزمن أو ممكن على هذه المسافة، يعني لا سيدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه جنة معينة؟ يعني ممكن في داخل الجنة يكون، ما هو أنت فاكرة أن الجنة واحدة درجات، درجات وجنان، مش في جنة عدن، في جنة المأوى، في جنة النعيم، في جنة الفردوس، ده جنات جوه الجنة. احنا ما قلناهاش دي. مش كده؟ ماشي. طب طلعنا وسلسلة حلقات. بالظبط. جدا. وما بين الجنة والجنة كما بين السماء والأرض. نعيما وفرقا. حاجة كده. أمال هنقابل بعض ازاي؟ ازاي دي مش بتاعتي، هنقابل بعض. هنقابل بعض وهنتزاور وهنشوف بعض. شوفي حضرتك لو انا قاعد في الجنة كده وخطر ببالي ان انا عايز اشوف ابويا الاقيه قدامي، طب خطر ببالي ان انا نفسي في فاكهة معينة الاقي الشجرة بثمرتها الحلوة النظيفة دي زي الفل متدلية، اقطف من ثمر الجنة واكل كل اللي نفسي فيه. المخرج بيسألني سؤال دلوقتي. ايوه يا فندم. بيقولي طب انا لو عايز اشوف حد وهو في النار. والله بقى حضرتك خلينا بقى بعد الهوا اقول لك تعمل ايه. ماشي، عايزين نناقش الموضوع بتاع المخرجين ده. الدنيا يرضيكم يا رب. فلما يقول لا يشم رائحة الجنة هو بيقول على مسيرة 500 سنة، طب ممكن يشمها عند دخولها مدة زمنية ممكن، طب ممكن يشمها في داخل الجنة ممكن، وارد جدا كده تمام، ولا هل يحرم منها حتى وهو جواها؟ تمام. لكن الشاهد انه في ناس مش هتشم ريحة الجنة على المسافات دي، لانه سيدنا النبي في نص قال وان ريح الجنة لا يوجد من مسيرة 40 عاما، وفي نص لا يوجد من مسيرة 70 عاما، وفي نص وان ريح الجنة لا يوجد من مسيرة 100 عام، وفي نص وان ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا 500 عام. طيب من الذي يحرم من ذلك؟ اول حاجة رقم واحد الست اللي بتقول دايما لجوزها طلقني من غير اي سبب. لا هي دي المفاجأة؟ ايوه. عندك دليل؟ عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض العلماء ضعفه لكن ده نقطة مهمة في فضائل الاعمال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس، يعني هو ما عملهاش حاجة خالص، فحرام عليها رائحة الجنة. ايوه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صح. تمام. طيب ما هو بالقياس برضه، ما هو ديننا دين العدل، الراجل اللي يفتري على زوجته ويطلقها من غير سبب، افترى وظلم وعدوان، لا يشم رائحة الجنة. طب رقم اتنين الظالم،
لا يشم رائحة الجنة. رقم ثلاثة، من قتل معاهدا، معاهدا يعني ايه؟ اللي يؤذي حد من غير المسلمين عايش ما بين المسلمين لا يشم رائحة الجنة. ما احنا بنتعايش مع بعض، معايا ناس مسلمين وغير مسلمين، الكل سواء في الإنسانية وفي الكرامة وفي المعاملة وفي المواطنة، على رأسنا من فوق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فاللي بيؤذي غير المسلم اللي ما عملوش أي حاجة، اللي بيؤذي غير المسلم اللي عايش معاه لا يشم رائحة الجنة. تأذيه ليه؟ أيضا لا يشم رائحة الجنة مين؟ رقم واحد، اللي سألت زوجها الطلاق من غير ما باس، واللي طلق مراته بالظبط، والراجل اللي طلق مراته. ورقم ثلاثة، الظالم اللي قتل معاهد. نقطة مهمة جدا جدا، من ادعي إلى غير أبيه. يعني إيه؟ واحد نسب إلى غير أهله وهو يعلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فحرام عليه رائحة الجنة. يعني عارف نسبه ان ابن فلان ابن فلان، فغير النسب ده وتسمى باسم تاني وزور بطاقة عشان يبقى باسم غير الاسم، ربما لميراث او ربما لشيء، هذا لا يجوز شرعا، حرام. وده بالتالي لما انا اخد طفل صغير اتبناه واسميه باسمي حرام. تمام. قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقصى. عقاب اللي بيعمل كده ايه يا فضل الشيخ؟ عقابه انه لا يشم رائحة الجنة تماما، ما يشمش رائحة الجنة. امال انا اكفله دون ان اسميه باسمي؟ يعني ما اروحش اجيب طفل لسه مولود رضيع واسميه رمضان محمد عبد الرازق، احمد رمضان محمد، لا لا يجوز، ما ينفعش خالص. طب انا هكفله من غير ما اسميه باسمي، اوديله اخر لقب في العيله، اديله اسم العيله بتاعتي، اخر اسم في العيله ممكن، لكن ما ينسبش لحد من افراد العائله. لا يا فندم، لا طبعا، لا يجوز شرعا ده. بس الكفاله دي هتخليني رفيق سيدنا النبي محمد. شوفوا الفرق بقى قد ايه شعرايه بين ده وبين. طبعا يا فندم، طبعا انا احسن اليه بين اللي دخل الجنه واللي دخل النار. فرقها بسيط، يعني بدل ما تسميه باسمك سميه باي اسم عادي جدا، واديله لقب عائلتك في الاخر، تبقى رفيق سيدنا النبي محمد في الجنه. تسميه باسمك لا تشم رائحه الجنه. يبقى ادي الكفاله وادي التبني. الكفاله حلال، التبني حرام. التبني بمعنى ان يسمى باسمي وهو مش اسمي. طب انا لما اجي اموت وهو موجود معايا هديله في حدود تلت تركتي، اكتبها له. طبعا حقه، انا من حق ان انا اديله، لكن لا يرث زي ولادي الصلبيين. فالناس دي لا ترح رائحة الجنة. معاهم المتبرجات الا ان يتوبوا، لان ديننا دين الحشمة. تمام. ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، معنا مره تانية، معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، فقرتنا فقره جمعيه البر والتقوى المصريه. فضيله الشيخ، اعمال الخير كتير واللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بانه يمن عليه بانه يوصله لحد ممكن يكون محتاج، يديله رزق عشان يبقى هو وسيله للتواصل بربنا سبحانه وتعالى والشخص اللي ممكن يكون محتاج فيرزقه بالرزق ده، دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده صحيح. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الامه اخبرنا انها امه الخير. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإحنا أمة الخير وأمة عمل الخير وأمة قرن الله فعل الخير بعبادته. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وما أعظم الخير لما يبقى جبر خاطر للفقير، لأسيادنا الفقراء. ما أعظم الخير لما يبقى أنفع وفي مصلحة الفقير. ما أعظم الخير اللي يكون سبب في الصلاح والنجاح والفلاح والخير. وربنا ربط فعل الخير بالفلاح، وربط فعل الخير بالسعادة، وربط فعل الخير فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربط فعل الخير بالسعادة الكاملة، بمتعة العطاء، بلذة العطاء. ربط فعل الخير والصدقات بأنها أكتر حاجة تخلي الإنسان نفسه يرجع للدنيا عشان يعملها. يعني لو الإنسان، لو افترضنا أنه لو الإنسان مات وانتقل إلى البرزخ وعملنا معاه لقاء وقلنا له في البرزخ نفسك ترجع الدنيا، يقول لك عشان أتصدق. عشان إيه؟ أتصدق. طب مش عايز تصلي؟ ده ركن. طيب ما نفسكش ترجع الدنيا عشان تشوف ولادك؟ ده تقريبا لما انتقل إلى البرزخ وشاف أجور الحسنات، ليه قد إيه أجر الصدقة كبير أوي 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 أوي، فحب يرجع علشان نفسه يتصدق لما رأى من أجر الصدقة الضخم جدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اوعى مالك يلهيك عن ذكر ربنا، اوعى مالك يلهيك عن عمل الخير، اوعى أولادك يلهوك عن ذكر الله وعن الصلاة، لأنه لو عمل كده ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طب من هم الفائزون؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فإيه؟ فأصدق. يعني يا رب أخرني شوية، نفسي أتصدق. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء، فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى الصدقة تجعلك من عباد الله الصالحين. ولذلك ربنا حكى لنا عن كتير من الأنبياء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاللي عايز ربنا يلحقه بالصالحين يتصدق، اللي عايز يبقى مع الأنبياء والمرسلين يتصدق، اللي عايز يخرج من الخسران المبين يتصدق، اللي عايز الفلاح يتصدق، اللي عايز النجاح يتصدق، اللي عايز ربنا ينجيه وينجي أولاده من ميتة السوء في زمن بقى صعب جدا وفيروسات وكذا وكذا يتصدق. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الصدقة تدفع ميتة السوء. خايف على أولادك؟ حصنهم بالصدقات. خايف على عرضك؟ حصنه بالصدقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا، يعني ادفعوا، حصنوا، ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. فالصدقة تحصن العرض وتصون الأولاد وتدفع عنهم ميتة السوء وتكتب ليك ولولادك السعادة والصلاح والنجاح دنيا وآخرة. خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. أشجار الزيتون بمزارع جمعية البر والتقوى. أحييكم وأتذكر قول الله تعالى: والتين والزيتون. بفضل الله عملنا جولة دلوقتي داخل هذه المزرعة الجميلة جدا، شفنا نخيل، شفنا زيتون، شفنا يستفندي، شفنا مزارع سمكية، شفنا بصل، شفنا أشياء كثيرة جدا، حاجة جميلة جدا التنوع ده. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفزنا وشجعنا على الزرع والغرس، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، أما تقوم القيامة، وفي يد أحدكم فسيلة شتلة صغيرة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. وخدوا بال حضراتكم، عليك أن تزرع وتترك النتيجة على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الراجل الطيب اللي جه يزرع شجرة زيتون زي اللي احنا شايفينها دلوقت، فقيل له: أيها الرجل الشيخ الكبير، أتزرع زيتون؟ لا، يعني لا تنهض أن تأكل منه فسنك كبير. فقال قولته المشهورة: زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع ليأكل من بعدنا. فأنا عايز حضراتكم تمدوا يد العون ويد المساعدة يا أهل الكرم، يا أهل الجود، يا أهل الثراء، يا أهل الخير. اصنع لنفسك وقدم لنفسك مع جمعية البر والتقوى،
في مزارع البر والتقوى الجميلة جدا، وتعالوا يا ريت حضراتكم تيجوا تشوفوا بنفسيكم حاجة جميلة جدا، حاجة تسر القلب بصراحة. ليه؟ لأنها أعزكم الله يعني شغالة طول العام، خير طول العام، صدقات طول العام، أجر طول العام. زرع من قبلنا فأكلنا، ونزرع ليأكل من بعدنا. كل المحاصيل دي كلها المنوعة تدخل للإنفاق على اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين. المحصول نفسه يوصل لهم، أو المحصول أعزكم الله يباع ثم يؤخذ الأموال، أو تؤخذ الأموال لصالح الفقراء واليتامى والمساكين. طبعا وما ننساش قصة سيدنا أبي الدحداح رضي الله عنه، الذي تصدق بمزرعة كاملة، ببستان كامل لوجه رب العالمين، ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عرق مداح في الجنة لأبي الدحداح. فتعاونوا وشاركوا مع جمعية البر والتقوى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شيخ رمضان، أجر وثواب اللي يشارك في المزرعة أو في زرع نخلة إيه؟ حضرتك، الدين الإسلامي له مقاصد عليا ثلاثة. المقاصد العليا للدين الإسلامي: واحد، التوحيد، العبودية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. رقم اثنين، التزكية، بزكي نفسي، بزكي ولادي، بزكي مالي، بزكي المجتمع كله، بزكي حتى الفقير. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وعشان كده الزكاة اسمها زكاة، لأنها بتزكينا، بتطهرنا، بتنمي مالنا. طب المقصد الثالث، العمران، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الطبيب في عيادته عمران في الأرض، المهندس في مصنعه عمران في الأرض، الفلاح في المزرعة والجمعية وهي ترعى هذه المزرعة عمران في الأرض. مقصد عظيم جدا ان احنا نعمر الأرض. الأرض كانت صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، ميتة، فلما زرعناها مشروع متكامل جعلها الله حياة، طبعا أحياها الله عز وجل. أدي واحد. اثنين، أيدي عاملة شغالة وبيوت مفتوحة. رقم ثلاثة، الأشجار بأنواعها، الزيتون والفواكه والتمر والمزارع السمكية، كل ده بيؤخذ ويباع ويرجع بثمنه على الفقير والمسكين، يفرج كربه وييسر أمره ويستر عيبه. ده من أعظم ما يكون. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير أو حيوان إلا كان له به صدقة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. مبادرة تانية من مبادرات جمعية البر والتقوى، وهي السعي على راحة الناس كلها وكل حد حسب احتياجاته. بعض المناطق اللي ممكن يكون ما فيهاش مية، البعض يبقى محتاج وصلات مية، البعض يبقى محتاج بير مية، محتاج محطة تحلية، محتاجين كولدرات مية، ايا كان. لكن الجمعية في الاول وفي الاخر هي بتدرس كل مكان ممكن يكون احتياجاته ايه. لو اتكلمنا عن المشاركة في وصلات المياه، الجميل في جمعية البر والتقوى ان هي زي بالظبط أكاديمية لأعمال الخير. يعني اسم عظيم جدا انها تتسمى أكاديمية لعمل الخير. ليه؟ لانها عندها أقسام لعمل الخير. أكاديمية البر والتقوى لعمل الخير، عندنا قسم لوصلات المياه. وصلات المياه دي وصلات مياه للبيوت، كل ديرات لسقي الناس، الآبار اللي بتحفر، محطات التحلية الكاملة، فلاتر المية اللي بتركب. ده قسم كبير جدا. تفضل تعالى معانا. لا طب أنا عندي ميول كده للزرع، عندنا قسم للزراعة. طب أنا عندي ميول لتزويج الأيتام والفقراء، عندنا قسم لده في الجمعية. كل بني آدم حسب قدرته. أيوة. وحسب قلبه ما هو رايح له. الله يبارك في عمرك، لأنه ممكن حد كده قلبه في ان انا اساهم في مسجد، في مساجد تعالى جمعية عملت كده. لما حد بيروح يتبرع بنتسأل: انتوا حابين تحطوا التبرع ده في ايه؟
أيوة. ويتعرض عليه بقى كل المبادرات اللي بتقوم بيها الجمعية، عشان وعمل متكامل، أكاديمية متكاملة، دراسة. كل الأقسام موجودة، ترتيب، تنظيم، انضباط، عمل مؤسسي متكامل مع المتابعة، مع المراجعة، مع المراقبة، الكل شغال والكل بيتابع الكل، اللي فيه استمرار للعمل. ومن علامات القبول عند الله عز وجل الاستمرار والتنمية. لو لم يكونوا مقبولين ما استمروا، ولو لم يكونوا مقبولين ما نما العمل، بقى عمل مؤسسي ضخم جدا. صحيح. أكاديمية متكاملة فيها كل الأقسام، ومن أعظم الأقسام وصلاة المية، لأنه أجرها وثوابها كبير. أكبر حاجة يعني، أهم حاجة، لأن هي أساس الحياة. أساس الحياة المية. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي له الفقراء انه ذهب الاغنياء بالاجر، مجموعه من الفقراء جم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور الاغنياء. فسيدنا النبي قال لهم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل اموال، يتصدقون ولا نتصدق، غيرانين، يعني فيه منافسه. تمام، غيره حلوه، غيره محموده، ومنافسه جميله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. يعني سقي الإنسان لأخيه الإنسان إن شاء الله يكون بتسقي أغنى واحد في الكون، أنت تصدقت عليه. تخيل بقى، أما لو بس بقى بني آدم عطشان بجد شربت ماء على عطش، انت الاجر والثواب بيبقى قد ايه؟ تاخذ الذنوب كلها بفضل الله عز وجل. تخيلي بقى بيسقي حيوان، الحيوان ده اللي ما يقدرش يقول انا عطشان، انا متالم، قد ايه الرحمه بيه شكلها جميل. تخيلي حضرتك لما كنا بنشوف زمان، يعني والدي ووالدتك، او لما كانوا يضعونا في البلكونات عشان الطيور، الله، يحطوا كده الميه. في ناس ممكن تستهون بحاجه زي كده، ولكن هي كبيره، اجرها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. شوفي كانت ببساطه ازاي واجرها شكله ايه. فمن اعظم الاجور ومن اعظم ما اتقرب به الى الله عز وجل سقي الماء، توصيله الميه، صدقه جاريه باقيه في كل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبه اجر. يعني أي حد هيشرب، النملة لو شربت من نقطة مية وقعت في الأرض أنت أخذت أجر وأنت لا تدري. أيا كان، في كل كبد الرطبة، كل حاجة. وده أعظم خير يخلي الكون كله يدعي لربنا، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره ليصلون، يعني ليدعون الله لمعلم الناس الخير. شوف ربنا رحيم بينا قد ايه، بيدينا اجر وثواب حتى على ابسط الاشياء اللي احنا بنتخيلها ان هي بسيطه. نورتني يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا لما قلت يا رب يا رب